وللتعليق على الموضوع تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا وسهلا بك. دكتورة فاطمة مرحبا بك معنا. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بكم دكتورة. كما تعرفين فإن اللجنة الدولية للمفقودين تقول أن هناك مليون مفقود في العراق لم يكشف عن مصيرهم بعد. كيف تقيمين جهود حكومة بغداد في الكشف عن مصير هؤلاء المغيبين؟ في الحقيقة لا توجد أي جهود تذكر قامت بها الحكومة العراقية أو تزمع الحكومة العراقية على القيام بها من أجل الكشف عن مصير المفقودين أو المغيبين قسريا. يعني العراق هو من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وعلى أي حكومة مصادقة على هذه الاتفاقية أن تقوم بعدة إجراءات من أجل الحد من هذه الظاهرة والكشف عن مصير المفقودين عن طريق القيام بآليات معينة وتحديد إجراءات معينة تزمع الدولة القيام بها من أجل أن يعني تجدد التزامها بهذه الاتفاقية. وأبسط شيء ممكن أن تفعله الحكومة العراقية هو إنشاء مثلا سجل وطني يتم فيه إدراج كافة أسماء المخفيين قسريا، وأن يتم الكشف عن معلومات من في السجون عن أحوال المحتجزين سواء كانوا لازالوا على قيد الحياة أو توفوا أصلا، وغيرها من الإجراءات حتى إجراءات القانونية من ناحية الاعتقال أن يتم عن طريق مذكرات قضائية وغيرها من الإجراءات القانونية. لكن مع الأسف الشديد لحد الآن الحكومة العراقية لم تقم بأي فعل يعني يشير إلى نيتها في الكشف عن مصير المفقودين. والأزمة لا تزال مستمرة كما تعرفين دكتورة، لكن ما الأسباب وراء تزايد الظاهرة في السنوات الأخيرة؟ ومن الجهات الضالعة في تنفيذ إخفاء الناس بشكل عام؟ نعم، لا زالت كما تفضلت الظاهرة مستمرة وفي تزايد، والتظاهرات الأخيرة أثبتت أن هذه الظاهرة لا زالت مستمرة. يعني هناك العديد من الجهات الضالعة في هذا الموضوع. القوات الحكومية أصلا تقوم باعتقالات تعسفية، الميليشيات طبعا الان المنتشره في العراق والحاكمه اصلا الفعليه في العراق الان اصبحت المسؤول الاول عن ما يجري في العراق من عمليات اختفاء قسري وعمليات تغييب للاشخاص، اولا احتجاز تعسفي ومن ثم تغييب قسري ودون الافصاح عن اي معلومات عن يعني حتى الجهات التي تقوم بالتغييب القسري للعراقيين. طيب دكتورة، بالنسبة لأهالي المغيبين الذين يطالبون دائما بالكشف عن مصير أبنائهم، هل ثمت إجراءات يمكن اتباعها للضغط على الحكومة في بغداد من أجل تحقيق هذا المطلب؟ نعم، بالحقيقة يوجد إجراءات. الحكومة العراقية لحد الآن غير ملتزمة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وهذه الحكومة لديها ارتباطات بدول خارجية ودول ملتزمة بتقديم مساعدات الأمنية والاستخبارية عن طريق المستشارين العسكريين وغيرها بدعوى محاربة الإرهاب. إذا هذه الدول تستطيع أن تقوم بالضغط على الحكومة العراقية من أجل أن تقدم الحكومة العراقية التزامات فعلية من حيث الحد من هذه الظاهرة. ممكن أن تستطيع هذه الدول أن تعلق هذه المساعدات، أن يتم تشكيل لجان دولية برئاسة يعني تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل القيام بإجراءات فعلية، لأن أصبحت هذه الظاهرة يعني خطيرة جدا، وأعداد المفقودين يعني في تزايد وأعداد كبيرة يعني لم يشهد نعم. مثلها أي دولة في العالم. نعم دكتورة، في موضوع آخر فيما يتعلق بما قالته الأمم المتحدة من أن هناك قيود حكومية شديدة تمنع خروج النازحين من مخيمات تفتقد للخدمات الأساسية، لماذا تفعل الحكومة ذلك وما أثر ذلك على النازحين؟ يعني الحكومة العراقية تستخدم أسلوب العقاب الجماعي
النازحين. هؤلاء النازحين أتوا من مناطق شهدت عمليات عسكرية، وأصلا كان تهجيرهم تهجير قصري من مناطقهم، وكان كلها بالدعاء الإرهاب، والحقيقة كانت هي عملية تدمير منظمة لأهالي لهذه المناطق كعقاب على انتفاضهم وتظاهرهم ضد الحكومة. ونحن جميعا نذكر التظاهرات التي استمرت تقريبا لمدة عام 2013 وانتهت بالهجوم والإجهاض على مخيمات الاعتصام والتظاهرات، وكل هذا بسبب أن هذه المناطق رفضت سياسات الحكومة وظلم الجائر الذي يتعرضون له، ولهذا لازالت الحكومة تتبع نفس الأسلوب وتحتجز، ويعني أصبحت يعني هذه المخيمات هي بمثابة مخيمات اعتقال. هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يخرجوا، لا يحصلون على مساعدات، ولا ليس لديهم أذن أوراق ثبوتية، وأطفالهم ولا يتمتعون بأبسط الخدمات مثل التعليم والصحة، هم أنفسهم يفتقرون إلى هذه الخدمات، ولا توجد عمل. إذن هي حالة عقوبة جماعية بحق هؤلاء النازحون. شكرا لك يا دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي للتوثيق جرائم الحرب.